السلام عليكم يختلف إنتاج البيض بين أنواع الدجاج كما يختلف إنتاجها للحم لكن بعض السلالات يتم الترويج لها بشكل مهول رغم أنها لن تنتج العدد الذي يتم ادعائه من خلال تواصلي مع بعض الأصدقاء من بعض الدول العربية والدول الأسيوية والدول الأوروبية يعانون من قلة إنتاج البيض في هذه الأشهر الأخيرة رغم إختلافهم في تربية أنواع الدجاج فمنهم من يربي الدجاج المحلي ومنهم من يربي الدجاج البلدي ومنهم من يربي دجاج السلالات مثل أسترالوب ليجورم الفيومي البلايموت الأندلسي وسلالات أخرى التي تعتبر منتجة للبيض أو شبه منتجة ففترة تغيير الريش قد تصل إلى أربعة أشهر. وفي هذه الفترة تصاحبها انقطاع تام لإنتاج البيض هي فترة صعبة يمر بها الدجاج وهذه المرحلة يدخلها الدجاج المحلي والدجاج البلدي ودجاج السلالات أيضا هي مرحلة يمر بها جميع أنواع الدجاج وتجاوز هذه المرحلة تتوقف على تجربة وتعامل المربي مع الدجاج عندما يهتم به ويوفر له حاجياته الضرورية يمكنه أن يبدأ الإنتاج ويتجاوز المرحلة في أقل من شهرين فقط، الدجاج البلدي أو المحلي عادة عند إنقطاعه عن البيض ويدخل إلى مرحلة تغيير الريش، يصاحبه حضن البيض فيتم الإستفادة منه لإخراج الكتاكيت، لكن بعض السلالات تتوقف بدون الإستفادة منها. فإذا لم تكن عندك قوة الملاحظة فتنتبه للدجاج وتزيد له في كمية الأكل مع إضافة بعض المكونات للعلف مثل الحلبة أو الحبة والحبة السوداء وبعض الأعلاف التي تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين سواء البروتين النباتي أو الحيواني حتى تساعد الدجاج على تجاوز المرحلة في أقرب وقت وإلا سوف يدوم انقطاع إنتاج البيض قد تصل إلى أربعة أشهر وفي هذه الحالة سوف يبقى لك 8 أشهر فقط من السنة، وفي فصل الصيف سيكون انقطاع متكرر بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي قد يبقى لك ستة أشهر فقط من الإنتاج، وربما أقل من ستة أشهر. لذلك اهتمامك وتعاملك هو العامل الأساسي للوصول إلى إنتاج ممتاز على طول السنة.